لان هذه ماشي تعرض للحكومه مره اخرى، لان هذا الشيء كيهمنا كاملين. الحكومه ايضا عند اولادها هم بشر افراد، عندهم بناتهم عندهم ولادهم ايضا معنيين. اذا المساله ما كتخضعش لهذا المنطق. انا وانت هذا اليوم حنا اللي مجموعين، فهذه فرصه بغينا تكون دعوه للحكومه كنحتلموها معنا رؤساء السي تويزي ولا خديجه، اللي كنعرف ايضا الغيره ديالهم على هذا الملف، ان يكون واحد التعبئه باش تحاول تصرح تخرج هذا المشروع. لان المشكل اليوم شنو هو؟ حنا مطالبين كاحزاب وكفاعلين يعني سياسيين مجتمع مدني نقابات الى اخره، لتقديم واحد الوثيقه للاسهام في هذا النقاش. مزيان هذه الوثيقه كيمكنوا نقدموها، ولكن كان من المفروض على الاقل في تقديرنا المتواضع ان هذا النقاش يكون مبني على ارضيه اللي قدمتها الحكومه باش ما نضيعوش فيها الوقت. علاش؟ لان المدونه ديال الاسره اليوم راه الامر ما كيتعلقش باعاده ابتكار العجله. حنا اللي كنهضروا على تحيين، على تجويد ديال واحد الوثيقه اللي من بعد 20 سنه يمكن تبين بان يعني بفعل هذه الصيروره والتغير ديال المجتمع كانت واحد النواقص اللي فعلا اليوم خصنا نوقفوا عليها. طبعا اكاديميه الحسن اليوسي كتنظم جامعه شعبيه في الموضوع للمره الثانيه حول موضوع مدونه الاسره. علاش المره الثانيه؟ لان اليوم الامر كيتعلق بتقديم وثيقه للحكومه. كان بودينا اننا نشوف واحد الارضيه اللي غادي تقدمها الحكومه، مع كامل الاسف ما قدمتهاش لحدود الساعه. صحيح حنا كاحزاب يعني مطالبين يعني بتقديم واحد الاسهام، الفكر حسب طبعا المرجعيه ديالنا، حسب الرؤى ديالنا، حسب التصورات والادبيات ديال الحزب، ولكن كان بودنا ان الحكومه تقدم لنا واحد المشروع، لان ما كنختلفوش على 80% اليوم يعني في جوهر المدونه كتبقى 21 او 25% اللي هي اليوم كتتعلق بتحيين هذه المدونه في مجموعه ديال النقاط اللي كتهم يعني البنيه ديال الاسره للطفل ولا المراه بالخصوص. ففي غياب طبعا هاد يعني هاد رد الفعل ولا هاد الاقتراح اللي بغينا تكون كارضيه للنقاش، وواصلنا النقاشات ديالنا على مستوى الحركه الشعبيه اللي طبعا لاطراء و يعني المراكمه على واحد المجموعه ديال الاقتراحات اللي قدمنا باش في الدخول السياسي ان شاء الله تكون عندنا ورقه جاهزه كما قلت، لان الامر اليوم كيتعلق بقضايا جوهريه، قضايا مجتمعيه، وماشي غير مدونه الاسره، يمكن حتى مدونه الشغل باقي ما شفناهاش، كاين المشروع القانون الجنائي مازال ما شفناهش، وهذه دعوه ايضا للحكومه باش تحط لنا هاد المشاريع القوانين باش يمكن يكون على اساسها النقاش اللي جد واللي غادي يخرج يعني كما قلت بواحد ولا على الاقل ما غاديش يزيد يطول في الاستمراريه ديال المعاناه ديال واحد الشريحه واسعه من المواطنين. المغرب تيعيش تحدي كبير اليوم في موضوع المدونه الاسره، ويعني المصلحه الفضليه للطفل والمراه وطبعا الرجل كذلك. اليوم في هذا الاطار كمرجع كاين الخطاب صاحب الجلاله وتوجيهي، واللي يعني سيدنا الله ينصرو اكد على ضروره قراءه جديده لمدونه الاسره من بعد يعني هذا الممارسه اللي دامت عقود واللي تنعتبروا تجربه من 2004 اليوم كانت كافيه باش تبان بعد اذا ثغرات او العيوب او حاجه للمجتمع لتعديل ما يمكن تعديله. كاين كذلك الدستور 2011 اللي يعني جاء بشكل صريح بخصوص موضوع حقوق الانسان، حقوق المراه، حقوق الطفل والمصلحه الفضلى له. اذا في ظل هذا الشيء كامل اليوم نعتبر لانه هذا علاش قلت في البدايه كاين تحدي، نعتبر لانه كاين النصوص التشريعيه وكاين المعايير وكذلك كل ما هو كوني. في الفريق الحركي نعتبر لاننا ما خصناش نكونوا مغترقين اكثر من القياس، على اساس ان خص لابد تكون واحد الجرعه، تكون هذه الجرعه معقوله من الجراه اولا، واحد الجرعه كذلك معقوله من الحداثه. ما يمكنش نبقاو محافظين منغلقين على نفسنا، وخاصه ان كاين امور اليوم اللي تتطلب هذا الجراه. الموضوع
ديال الإرث وحق المرأة فيه، الموضوع ديال الحضانة نتاع الأطفال، الظاهرة نتاع الطلاق، الموضوع نتاع يعني الممتلكات اللي تيقدوا يجمعوها جوج تاع الأشخاص واللي تطرح مشكل غالبا إلى غير ذلك. إذن اليوم نعقد هذا اللقاء الدراسي، بغينا ناخذوا من عينات من المجتمع، مجتمع مدني، جامعيين، خبراء، برلمانيين، هانتوما شتو كاين الرؤساء فرق الى اخره، بغينا ناخذوا من عندهم الاراء والافكار. اولا غندفعوا بها نهار الاثنين المقبل امام السيد رئيس الحكومه، لان الموضوع نتاع المراه هو موضوع المساءله الشهريه على غير اذا هذا المستجدات. وكذلك بغينا ندفعوا في اتجاه يعني تكوين واحد القناعه، واحد الورقه اللي غادي يدفعوا بها الفريقين الحركيين، طبعا صحبه الحزب، حزب الحركه الشعبيه في هذا الموضوع. باش يوصلك جديد فيديوهات الانباء تيفي، تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.